أثابكم الله. وهذا سائل يقول: ما قولكم في من يقول إنه يجوز الخروج على ولي الأمر خروجا قلبيا؟ لا أدري ما معنى خروجا قلبيا، لأن الخروج على ولي الأمر قد جاءت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريمه والنهي عنه، وأنه يؤدي إلى مفاسد عظيمة تحصل في الأمة. أما قوله خروجا قلبيا، فإن كان يقصد كره المعاصي وبغض ما عندهم من منكرات ومعاصي، فنعم يجب عليك أن لا ترضى بما لا يرضي الله تبارك وتعالى، وأن ترغب لغضب الله، ولكن عليك أن تلزم سنة رسول الله وهدي رسول الله في التعامل معهم، التعامل معهم. نعم.